الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل هذا الدرس في هذا اليوم الثلاثاء 19 شهر جمادى الأولى من عام 1441 للهجرة، وكنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه إلى كتاب الصداق. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق بفتح الصاد وبكسرها، يقال أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال أمهرتها وإنما مهرتها، وله عدة أسماء، وقد جمعت في بيت يقول فيه الناظم: صداق، مهر، ونحلة، فريضة، حباء، وأجر، ثم علائق. صداق، مهر، ونحلة، فريضة، حباء، وأجر، ثم علائق. كم أصبح من اسم؟ ثمانية أسماء. ثمانية أسماء. هو يسمى صداقا، ويسمى مهرا، ونحلة، وفريضة، وحباء، وأجرا، وعلائق. وهو حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها، كما قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وهل الصداق، محل الصداق أو سبب الصداق، هل هو عوض للاستمتاع أم هدية من الزوج لزوجته؟ الراجح والله أعلم بالنظر في النصوص الواردة أن الصداق عوض عن الاستمتاع بالمرأة، لأن الله عز وجل سماه أجرا، قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وهذه الآية ظاهرة الدلالة في أنه مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقد أجمع العلماء على وجوب الصداق ويستحب تخفيفه، وقد قال عمر رضي الله عنه لما خطب الناس، قال: ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق، قال: ولا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، من ثنتي عشرة أوقية. فهنا حدد عمر رضي الله عنه متوسط المهر الذي أصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بها، وأصدقت نساؤه بها، وهو ثنتا عشرة أوقية. ونريد الآن أن نعرف كم تعادل الثنتا عشرة أوقية بالعملات المعاصرة. الأوقية تعادل 40 درهما، وهذا بالإجماع أن الأوقية 40 درهما. فمعنى ذلك أننا نضرب 40 في ثنتي عشرة، كم تكون؟ لا، 480. معنى ذلك أنها 480 درهم، والدرهم يعادل جرامان فاصلة 97، جرامان فاصلة 97. معنى ذلك نضرب 480 في 2.97، النتيجة 1426 جرام. فهذه 12 أوقية تعادل بالجرامات 1426 جراما. وننظر لسعر الفضة اليوم. أنا اطلعت على القوائم الموجودة على الانترنت في سعر الفضة اليوم، المقصود بالفضة الفضة الخالصة، فوجدت أن الجرام من الفضة يساوي اليوم ريالان فاصل 14 هللة بالريالات السعودية.
فنضرب 1426 في 2.14 النتيجة 3050 ريالا، فتعادل 12 أوقية في وقتنا الحاضر 3050 ريالا سعوديا أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وكما ترون هذا المبلغ مبلغ يسير، ليس مبلغا كبيرا، 3050 ريالا هذا مبلغ يسير. فإذا هذه طريقة تحويلها، 12 أوقية حولناها بالريالات السعودية بهذه المعادلات التي ذكرت، فتعادل 3050 ريالا سعوديا أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وهذا يدل على استحباب تخفيف مهور النساء. قال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. كل ما جاز أن يكون ثمنا من الأموال كالذهب والفضة والأوراق النقدية والعقارات والحبوب والثمار ونحوها جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها له ويتزوجها بدون مهر، كما قال الله تعالى: وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز أن تهب له المرأة نفسها، ولهذا قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فأتت هذه المرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر فيها، فعرف رجل من الحاضرين أنه يعني لا يريدها، قال: إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها يا رسول الله. قال: فما تعطيها؟ قال: أعطيها إزاري. قال: ما معك إلا ما عليك إلا إزار، إن أعطيتها إزار ماذا يبقى لك؟ التمس ولو خاتم من حديد. فذهب والتمس ولم يجد حتى خاتم من حديد، فانظروا إلى شدة الفقر عند يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الخاتم من الحديد لم يجده. فقال: لم أجد يا رسول الله ولو خاتم من حديد. قال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل على أن التزويج بتعليم القرآن أنه يصح أن يكون مهرا، بشرط ألا يجد نقدا أو عوضا، ألا يجد عوضا ولو خاتم من حديد. أما إذا وجد ما يجعله مهرا من نقود أو غيرها فلا يصح أن يكون الصداق التعليم للقرآن الكريم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما نقله للتعليم بعدما قال: إني لا أجد حتى ولو خاتما من حديد. ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره، فكل ما صح أن يكون مالا صح أن يكون مهرا، وأيضا لا حد لأكثره، كما قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار هو المال الكثير. قال بعض المفسرين إن القنطار هو ملء جلد ثور ذهبا، ولكن الأقرب أنه المال الكثير، فلا حد لأكثر الصداق. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور، فاعترضت عليه امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، كيف تحدد المهور والله تعالى يقول: آتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. ثم رجع مباشرة عن رأيه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، رجع عن رأيه لأجل مقولة هذه المرأة. فانظر إلى عظيم ورعه وصدقه. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يرجع للحق إذا بين له الحق، بغض النظر عمن أتى به، حتى لو أتى به رجل صغير أو طفل أو امرأة، ما دام أنه قد بين له الحق فيرجع إليه. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجع لقول هذه المرأة، وقال: من شاء أن يبذل من ماله شيئا فليفعل، فتراجع عن تحديد المهور. وعلى هذا فلا تحدد المهور، لكن يوجه الناس ويرشدوا وينصحوا بألا يغالوا
في مهور النساء. قال: فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز، كما قلنا إنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثره، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. الأب له أن ينقصها عن مهر المثل، لأن الأب له خصوصية في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح، وهو صريح الدلالة في أن الأب له أن يأخذ، الأب والأم أيضا لهما أن يأخذ من أموال أولادهما ما شاء. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وأيضا في الحديث الآخر: أنت ومالك لأبيك. لكن اشترط الفقهاء لذلك شرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد، إذا قلنا الولد يشمل الذكر والأنثى، ألا يأخذ ما يضر الولد. الشرط الثاني ألا يأخذ من ولد ويعطيه لولد آخر. فإذا تحقق هذان الشرطان جاز للأب والأم أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ولا يشترط الحاجة على القول الراجح، لا يشترط أن يكون الأب والأم محتاجا، فالعلاقة ما بين الأب والأم فيها سعة. ولذلك هنا الفقهاء قالوا إن الأب له أن ينقص ابنته عن مهر المثل، لا يمنع، لأن له أصلا أن يأخذ من المهر. أما غير الأب قال المؤلف: ولا أي لا يجوز أن ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. غير الأب ليس له ذلك، لأن المهر حق للمرأة، فليس للولي إذا كان غير أب تنقيصه عن مهر المثل بغير رضاها، فإن فعل ذلك لزمه ضمان النقص لأنه مفرط بهذا. فلو كان الولي هو الأخ فليس له أن ينقصه عن مهر المثل. مثلا لو كان مهر المثل 40,000 ريال ووليها هو أخوها، فقال الولي للخاطب: لا نريد منك إلا 20,000، ليس له ذلك، فإن فعل فإنه يضمن 20,000 الأخرى. أما الأب لو فعل فلا حرج عليه، لأن الأب له أصلا أن يأخذ من مال ابنته ما شاء كما سبق. قال: وإذا أصدقها عبدا بعينه. هنا يعني كان في زمن المؤلف كانوا يصدقون يعني العبيد، لأن العبيد كانوا يباعون ويشترون، أما الآن فقد انقرض الرق في الوقت الحاضر. قال: وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. لو كان المهر عبدا ثم كان معيبا فتخير بين أمرين، بين أن تأخذ هذا العبد وتأخذ معه الأرش أي مقدار ما أنقصه هذا العيب، أو ترده وتأخذ قيمته. قال: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، لأن العقد وقع على هذا الصداق وتعذر تسليمه لحريته أو غصبه، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها لأنها قد رضيت بذلك. قال: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته، لأنه أصدقها هذا العبد فتعذر قبضه، فحينئذ تجب لها قيمته، وهذا ظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله مفرعا على أيضا الصداق ومسائله، قال: فإن تزوجها بغير صداق صح. لو تزوج الرجل المرأة من غير أن يسمي صداقا يصح ذلك، بأن قال الولي: زوجتك ابنتي فلانة، وقال الزوج: قبلت، ولم يسمي صداقا، يصح هذا بالإجماع، لقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ولحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة ولم يسمي لها مهرا كما عند أبي داود وغيره. طيب إذا تزوجت ولم يسمى لها المهر ثم حصل الطلاق فما الحكم؟ قال المؤلف: فإن طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا لم يكن لها إلا المتعة، يجب على الزوج أن يمتعها إما وجوبا أو استحبابا، إما وجوبا أو استحبابا، إما أن نقول أنه يجب على الزوج أو يستحب للزوج أن يعطيها
متعة إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. للآية السابقة: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب ما معنى المتعة؟ وضح المؤلف المتعة قال: إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الآية السابقة. وأعلاها يعني أعلى المتعة وأكثرها خادم، وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. أعلاها خادم يعني عبد أو رقيق، وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وهذا استدل بأثر مروي عن ابن عباس أنه قال: إن كان موسرا متعها بخادم، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب. وقال بعض أهل العلم إن المرجع في تقدير المتعة إلى العرف، فالمرجع في ذلك إلى العرف، ويراعى فيه حال الزوج، يراعى فيه حال الزوج وعسره ويسره، لأن الله تعالى قال: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، من غير تقدير بقدر معين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن المرجع في ذلك إلى العرف، والقاضي هو الذي يقدر مقدار هذه المتعة. لكن عند جمهور الفقهاء مستحبة، وقال بعض أهل العلم بأنها واجبة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وذلك لأن هذه المرأة قد طلقت، وطلاق المرأة يكسر خاطرها، فمن جبر خاطرها أن تعطى شيئا من المال، تعطى شيئا من المال، وهي لم يسمى لها المهر أصلا، فتعطى شيئا من المال يسمى المتعة. فإن كان الزوج موسرا فإنه يعطيها أكثر مما لو كان معسرا. قال: وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، يعني مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول وقبل أن يسمي لها المهر، فما الحكم؟ قال المؤلف: فلها مهر نسائها، يعني مهر المثل، لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني بدون نقص عن مهر مثيلاتها، ولا شطط أي لا زيادة، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة. المرأة إذا عقد عليها الرجل بمجرد أن قال الولي: زوجتك ابنتي أو موليتي فلانة، وقال الزوج: قبلت، فلو توفي الزوج فإنها تغنم منه غنائم. الغنيمة الأولى لها المهر كاملا، الغنيمة الثانية أنها ترثه، أنها ترثه، فيكون لها إذا لم يكن له ولد كم يكون لها؟ الربع، تأخذ ربع الثروة التي عنده، ربع التركة مع المهر كاملا. سبحان الله، هذا كله بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأذكر قصة في هذا، أن رجلا عقد على امرأة، ثم بعد العقد مباشرة بخمس دقائق خرج من مكان العقد وحصل له حادث سيارة فمات، فاستحقت المرأة المهر كاملا واستحقت ربع تركته بمجرد هذا العقد. سبحان الله، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهو يعني عقد له قداسته وله أهميته في الشريعة الإسلامية. انظر كيف أن المرأة تستحق المهر كاملا وأيضا ربع تركة هذا الرجل إن لم يكن له ولد بمجرد العقد، وأيضا يكون عليها العدة. المقصود بالعدة هنا عدة ماذا؟ ها؟ عدة الوفاة، عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10. كل هذه الأمور مترتبة على هذا العقد. وذكر المؤلف الدليل لذلك، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطب، ولها الميراث وعليها العدة. وقد سئل ابن مسعود عن ذلك فأفتى فيها بهذا، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح عبد الله بن مسعود بذلك فرحا عظيما. لماذا فرح فرحا عظيما؟ لأنه أصاب الحق، أصاب الحق وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يصيب الحق ويوفق له هذه نعمة عظيمة،
فلذلك فرح ابن مسعود بهذه الإصابة فرحا عظيما. قال: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك. يعني لو أن الرجل لم يسمي المهر وعقد عليها وقبل أن يدخل قالت الزوجة أريد أن تسمي المهر فلها ذلك، هذا حق لها لأن النكاح لا يخلو من مهر، فكان لها المطالبة به. قال: فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره. إن سمى لها مهر نسائها مهر المثل أو أكثر منه فليس لها غيره ولا يلزمه أكثر من ذلك. وكذلك إن فرض لها أقل فرضيت أيضا ليس لها غيره لأن قد رضيت بذلك، فالصداق حق لها إن رضيت بأقل من مهر المثل فلها ذلك وليس لها المطالبة بأكثر من ذلك بعد رضاها. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرها. كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرها. وذكر المؤلف أمثلة لهذه الفرقة. قال: كإسلامها وهو كافر، لو أسلمت وهو كافر فهذه فرقة قبل الدخول فيسقط بها المهر، أو ارتدادها لو ارتدت فهذه فرقة يسقط بها المهر، أو إرضاعها لمن يحرمها على زوجها، يعني مثلوا لذلك أن ترضع زوجتها الصغيرة كما ذكرنا في درس الأمس، أو ارتضاعها وهي صغيرة رضاعا يحرمها عليه كأن ترضع من زوجته الأخرى أو من أخته، طبعا هذه مسائل مفترضة، أو فسخ لعيبها، يعني فسخ عقد النكاح لعيب في المرأة، اكتشف الزوج عيبا في المرأة بعد العقد وقبل الدخول، فهنا يسقط حقها في المهر ويجب على المرأة ووليها أن يرد المهر كاملا على الزوج. أو فسخ لعيبه، وأيضا لو كان الفسخ لعيبه وكان قبل الدخول فيرد عليه المهر كاملا. أو إعساره، إذا أعسر وليس عنده شيء فهذا يعتبر عيبا، يعتبر عيبا ويوجب الفسخ. أو عتقها، إذا أعتقت وزوجها عبد فكما مر معنا في درس الأمس لها الخيار في الفسخ، فإن اختارت الفسخ أيضا سقط به المهر. كل هذه الأمور يسقط بها المهر. طيب، إن كانت المسألة بالعكس الفرقة من الزوج، قال المؤلف: وإن جاءت يعني الفرقة من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما، يكون للمرأة النصف وللزوج النصف، لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ما أكمل الآية؟ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. قال المؤلف: إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر بنص الآية الكريمة. طيب، قال: طيب الآن عندنا مسائل نريد فقط أن نضبطها. هذا رجل، طبعا هذه كلها قبل الدخول، رجل طلق امرأته قبل الدخول وقد سمى لها المهر، كم يكون لها؟ النصف. طيب، رجل طلق قبل الدخول ولم يسمي مهرا، مرت معنا قبل قليل يا مشايخ، طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، ما سمى لها مهر، لا جناح عليكم طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، ها؟ أحسنت، لها المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فالمسألة الأولى التي أخذناها، المسألة الأولى، اضبطوا يا مشايخ هذه المسائل، لاحظ المسألة الأولى التي أخذناها هي هذه المسألة. إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: عقد عليها ومات قبل الدخول، كم يكون لها؟ لها المهر كاملا. فعندنا ثلاث مسائل اضبطوها، نعيدها مرة أخرى. هذا رجل كلها قبل الدخول،
عقد على امرأة وسمى لها المهر وطلقها، كم يكون لها؟ لها نصف المهر، ليس نصف المتعة، نصف المهر. الحالة الثانية، عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا وطلقها، يكون لها المتعة. عقد على امرأة ومات، لها المهر كاملا، لها المهر كاملا. هذا كله قبل الدخول. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال وإن جاءت يعني فرقة من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. يعني إذا تسبب رجل أو يعني شخص تسبب في حصول الفرقة، مثلوا لذلك، قالوا كأن ترضع أخته زوجة له صغيرة مثلا، فعلى الزوج نصف المهر يرجع به الزوج على من تسبب في هذه الفرقة. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، كما لو كان المهر أرضا مثلا فيكون للزوج نصف هذه الأرض وللزوج نصفها. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها لأنها نماء ملكها والغنم بينهما نصفين. وإن زادت يعني الغنم زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا، يعني تدفع نصف هذه الأغنام للزوج بزيادتها المتصلة، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. وإن نقصت يعني هذه الأغنام فهزلت مثلا، فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين نصف قيمتها يوم العقد، لأنها إن رضي بنصفها ناقصا فقد رضي بدون حقه، وإن رضي بنصف قيمتها فقد أخذ حقه كاملا. وإن تلف فله نصف قيمتها يوم العقد، لأنها تلفت وهي مملوكة لها، وقد استحق الزوج النصف بسبب الطلاق قبل الدخول. هذا كله قبل الدخول. طيب، ماذا إذا كان الطلاق بعد الدخول؟ قال المؤلف ومتى دخل بها استقر المهر. إذا دخل بها استقر المهر، واستقرار المهر اختلف العلماء بما يكون استقرار المهر. قال استقر المهر ولم يسقط بشيء، ولم يسقط بشيء. طيب، بماذا يكون استقرار المهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يكون بالوطء وبالخلوة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بما روي عن الخلفاء الراشدين أنهم قالوا إذا أرخى الستر وكان الحجام فقد وجب المهر وعليه العدة، حديث أثر زرارة بن أبي أوفى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المهر إنما يستقر بالوطء فقط دون الخلوة، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأيضا ظاهر قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآيتان علقت الحكم بالمسيس، والمسيس إذا أطلق المقصود به الوطء. فالقول الراجح أن المهر إنما يستقر بالوطء خاصة دون الخلوة، هذا هو القول الراجح، هو مروي عن بعض الصحابة علي مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وأما الأثر المروي عن زرارة بن أبي أوفى فهو ضعيف من جهة الإسناد، الذي رواه عن خلفاء الراشدين إذا أرخى سترة وكان الحجاب فكان لها المهر، هذا ضعيف لا يثبت عن الخلفاء الراشدين. وعلى ذلك فظاهر الآية أن المهر إنما يستقر بالوطء، فإن الله عز وجل قال من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة، وفي الآية الأخرى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذا كله مناط بالمسيس، والمسيس إذا أطلق المقصود به الوطء، وليس للخلوة ذكر هنا. ومن قال بأن الخلوة كالوطء إنما اعتمد على آثار عن بعض الصحابة، ولكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. ثم لو ثبتت فقد خالفهم صحابة آخرون،
وقول الصحابي إذا خالفه قول صحابي آخر لم يكن حجة. وعلى ذلك فأقوال الصحابة هنا لا تكون حجة لأنها مختلفة في هذه المسألة. فنرجع لظاهر النصوص، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنرد هذه المسألة إلى كتاب الله، فنجد أن الآية القرآنية إنما أناطت الحكم بالمسيس، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم يذكر الله الخلوة فما لكم عليهن من عدة. وفي الآية الأخرى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فليس للخلوة ذكر. فالأقرب والله أعلم هو أن الحكم مناط بالوطء دون الخلوة، فيستقر المهر بالوطء دون الخلوة. وأيضا كذلك العدة، فإذا طلقت المرأة ولم يطأها الزوج فليس عليها عدة حتى وإن حصل خلوة بناء على القول الراجح. طيب إذا دخل بها يعني حصل وطء استقر المهر ولم يسقط المهر بشيء. قال وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر. ويعني هذا تفريع على المسألة السابقة بأن المهر يستقر بالخلوة، وقلنا الراجح خلافه. قال ووجبت العدة، والصواب أنه لا يستقر المهر ولا تجب العدة بمجرد الخلوة من غير وطئ. قال وإن اختلف الزوجان في قبض الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. اختلف الزوجان في قبض الصداق، الزوج يقول أنا سلمت هذا المهر لهذه المرأة أو الوليها، المرأة تنفي تقول أبدا ما سلم لي مهرا. إن كان هناك بينة القول قول صاحب البينة، أما إن لم يكن هناك بينة فهنا المؤلف يقول إن القول قول من يدعي مهر المثل. لماذا؟ لأن الظاهر معه فيتأيد قوله بالظاهر، والظاهر هو من أسباب الترجيح، فالظاهر معه. فحينئذ من يدعي مهر المثل من الزوج أو الزوجة يكون القول قوله. وهكذا لو اختلف في قدر الصداق فقال الزوج قدره 50، قال الزوج قدره 40,000 وقالت الزوجة بل قدره 50,000 وليس هناك بينة، فهنا نقول القول قول من يدعي مهر المثل لأن هذا هو الظاهر، والظاهر هو من أسباب الترجيح عند عدم وجود البينة. الظاهر من أسباب الترجيح، فعند وجود البينة يعمل بالبينة، لكن إذا لم توجد البينة هنا يعني هناك مرجحات منها الأصل ومنها الظاهر، فمن أسباب الترجيح الظاهر، فالظاهر هو قول من يدعي مهر المثل فيكون مرجحا لقوله على الطرف الآخر. طيب لو طلق الرجل هذه المرأة بعد الدخول لكن بعد أن اكتشف فيها عيبا، ولو اكتشف فيها عيبا قبل الدخول كما مر معنا اكتشف فيها عيبا قبل الدخول فيرد عليه المهر كاملا، لأن الفرقة كانت بسببها هي، بسبب عيب فيها. لكن لو أنه وطئها ثم اكتشف فيها هذا العيب، اكتشف عيبا من العيوب يعني التي يفسخ بها العقد من العيوب المنفرة، فما الحكم بالنسبة للمهر؟ نعم، إذا ما الفائدة من قولنا استقر المهر؟ نعم أحسنت، لها المهر كاملا، أما هو يرجع على من غره. إن كان هناك أحد غرر به مثلا الولي غره ولم يخبره بهذا العيب، أو هي التي غرته، أو طرف مثلا ثالث غره، يرجع على من غره، أما المهر فقد استقر المرأة. هذا معنى هذه فائدة قولنا إن المهر يستقر بالدخول، وإلا لم يكن لهذا الكلام فائدة. فالمهر للمرأة خلاص لا يمكن أن يسترد ما دام أنه حصل الوط والدخول، فالمهر للمرأة استقر لها. طيب الرجل إذا وجد عيبا بعد الدخول نقول يرجع على من غره، وإلا المهر للمرأة. إن كانت المرأة هي التي غرته يرجع عليه، إن كان وليه هو الذي غره يرجع عليه، إن كان رجل أجنبي هو الذي غره يرجع عليه. واضح هذه المسائل؟ طيب
إذن أصبحت عندنا المسائل أربع، اضبطوها يا إخواني. رجل طلق امرأته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، فما الحكم؟ نعم، يمتعها إما على الوجوب أو الاستحباب على الخلاف، الجمهور على أنه مستحب. طيب مسألة ثانية، رجل طلق امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، يكون لها النصف، يكون لها نصف المهر. طيب الحالة الثالثة، رجل طلق امرأته قبل الدخول وتوفي، توفي قبل أن يدخل، لها المهر كاملا. الحالة الرابعة، رجل طلق امرأته بعد الدخول لكن بسبب عيب فيها اكتشفه، لها المهر كاملا ويرجع على من غره. طيب رجل توفي بعدما دخل بامرأته، لها المهر كاملا، باب أولى، إذا كان لها المهر قبل الدخول فلها المهر بعد الدخول من باب أولى، ولها الميراث أيضا. طيب هذه الأربع مسائل هي خلاصة الكلام في هذا الباب، اضبطوها. طيب ننتقل بعد ذلك للباب الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله: باب معاشرة النساء. يقال معاشرة وعشرة، وهي ما يكون بين الزوجين من إلفة واجتماع وتعامل واستمتاع. وقد وردت النصوص بالحث على إحسان العشرة، والله تعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يحسن عشرته لأهله. وبعض الناس تجد أنه حسن التعامل والأخلاق مع الأباعد، ولكنه سيء الأخلاق مع زوجته وأولاده، وهذا نجده في الواقع، تجد أنه مثالي مع الناس، وأما مع أولاده وزوجته فسيء الخلق سريع الغضب. وهذه تنافي ما هو مطلوب من المسلم. افترض أن المسلم يكون حسن الخلق لمن هو أقرب ومع الناس كلهم، لكن يتأكد ذلك في حق الأقرب، يتأكد ذلك في حق الزوجة والأهل والوالدين والأولاد والأقارب والأرحام، فإن حقهم آكد، ومع الناس جميعا. فلا يكون عند الإنسان ازدواجية، يتعامل مع الأباعد بمثالية ويتعامل مع الأقربين بسوء خلق وبفظاظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا أردت أن تختبر أخلاق إنسان فانظر إلى تعامله مع من له عليه سلطة من الأولاد ومن الخدم ونحوهم. إذا كان يتعامل مع هؤلاء الذين له عليهم سلطة معاملة كريمة، فهذا دليل على طيب معدنه وعلى حسن خلقه. لا تنظر إلى تعامله مع الوجهاء ولا مع الكبرى ولا حتى مع أقرانه، انظر إلى تعامله مع من له عليهم سلطة، فهذا يبين لك حقيقة أخلاقه ويبين لك معدنه. إذا رأيت إنسانا يتعامل مع الخادم، يتعامل مع الفقير بحسن خلق، فهذا دليل على أنه حسن الأخلاق مع الناس كلهم. لكن بعض الناس يتعامل مع الأكابر بحسن خلق لما يرجو من مصلحة، ولكنه يتعامل مع أهله وأولاده ومع الخدم بسوء خلق، وهذا خلاف ما ينبغي، خلاف أخلاق المؤمنين. وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب إذا من الزوج أن يحسن العشرة لزوجته. وقد قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: والصاحب بالجنب، قال: إنها الزوجة. وقال بعضهم: الرفيق في السفر. والأقرب أنها تشمل الأمرين جميعا، تشمل الرفيق في السفر والصديق والزوجة، كلهم يعتبر يصدق عليهم الصاحب بالجنب. وكذلك أيضا في المقابل على الزوجة أن تحسن لزوجها، تحسن عشرة زوجها. وحق الزوج على زوجته عظيم جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي بسند صحيح.
وحتى إنه عليه الصلاة والسلام منع المرأة من أن تصوم صياما نافلة إلا بإذن الزوج إذا كان حاضرا، قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. بل قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال إن حق الزوج على زوجته آكد من حق والديها عليها. لاحظ إلى هذه الدرجة. ولذلك فعلى المرأة أيضا أن تحسن عشرة زوجها، فعلى كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. قال المؤلف وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. ومن ذلك قال أداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية بذله، يؤدي كل منهما الحقوق الواجبة عليه من غير مماطلة ومن غير تبرم أو تسخط أو إظهار الكراهية. فالزوج مثلا يجب عليه النفقة، فعليه أن يدفع النفقة بطيبة نفس وانشراح صدر من غير تبرم ومن غير تسخط ومن غير منة ومن غير مماطلة. كذلك أيضا على المرأة، هنا ذكر المؤلف قال وحقه عليها تسليم نفسها إليه، إذا عقد عليها يجب عليها أن تسلم نفسها إليه وأن تنتقل معه إلى بيت الزوجية، وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. هذا من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في الفراش إذا طلبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن عصيان المرأة للزوج في هذا الأمر الخاص أنه من كبائر الذنوب، لأنه قال لعنتها الملائكة، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، وهذا يبين خطورة المسألة. وإذا كانت المرأة غير مستعدة فعليها أن تسترضي الزوج حتى يرضى، وإلا إذا لم يرضى بذلك فإنها تكون آثمة بمعصيته في هذا الأمر. واختلف العلماء هل يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها في البيت أو أن هذا ليس واجبا عليها، وإنما يجب على الزوج أن يأتي بخادم تقوم بالخدمة وتقوم بالتنظيف والطبخ والكنس ونحو ذلك. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، فلا يجب عليها الطبخ ولا تنظيف البيت ولا الكنس ولا الغسيل، قالوا هذه أمور خارجة عن عقد النكاح والزوج يأتي بخادم تفعل ذلك. وقال بعض أهل العلم إن هذا واجب على الزوجة، وفصل آخرون فقالوا إن المرجع في ذلك للعرف، فإذا كان العرف عند أهل البلد أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور بتنظيف البيت وبالطبخ وبغسل ملابسه ونحو ذلك فيجب عليها ذلك، وإذا لم يكن ذلك متعارفا عليه في البلد فلا يجب. وهذا هو القول الراجح، أن هذا إذا كان متعارفا عليه في البلد فيكون واجبا على هذه الزوجة، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأناط الحكم بالمعروف. وليس من المعروف أن المرأة تمتنع عن الطبخ لزوجها، تمتنع عن تنظيف بيتها، تمتنع عن القيام بخدمة زوجها، ليس هذا من المعروف في كثير من البلدان لدى المسلمين. وعلى ذلك فالمرجع في ذلك للعرف. لكن قال الفقهاء إن كانت المرأة يخدم مثلها فيجب على الزوج أن يأتي بخادم، أما إذا كانت المرأة ممن لا يخدم مثلها فلا يلزمه. فإذا كانت مثلا في بيت أهلها وأهلها يأتون بالخدم وهي من أسرة يخدم مثلها، هنا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم. أما إذا كانت تعيش في أسرة وأسرتها ليس عندهم خدم ولا يخدم مثلها فلا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم، وإنما هي التي تقوم بالخدمة. قال وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة، يجب على الزوج أن ينفق عليها بقدر كفايتها.
فبقدر ما يكفيها من المطعم والمشرب. وأيضا قال والكسوة، هذا كله واجب على الزوج. والله تعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهل الواجب في النفقة أن تكون أن تكون بحال الزوج أو تكون بحال الزوجة أو بحالهما جميعا؟ المؤلف يقول والكسوة النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، بما جرت به عادة أمثالها، فجعل المرجع في ذلك لحال الزوجة. وقال بعض أهل العلم إن المرجع في ذلك لحال الزوج من جهة اليسار أو العسر، وهذا هو القول الراجح، لأن الله عز وجل قال لينفق، أكمل الآية، ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية صريحة الدلالة في أن المرجع هو حال الزوج وليس حال الزوجة. وعلى ذلك لو كانت الزوجة موسرة ولكن زوجها فقير فلا يلزمه أن ينفق عليها نفقة الموسرة، وإنما ينفق عليها نفقة الفقير، لأن العبرة بحال الزوج. ولو كان الأمر بالعكس، المرأة يعني فقيرة ومن أسرة فقيرة والزوج موسر وغني، فهنا يجب عليه أن ينفق نفقة موسرة لأنه غني، وهذا هو ظاهر الآية، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف. إن منع الزوج الزوجة من النفقة أو من بعضها أو من الكسوة واستطاعت أن تأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه جاز لها ذلك. والدليل لهذا ساق المصنف الدليل، قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن. هنا المؤلف قوله لما روي، هذا تساهل من المصنف رحمه الله، لما روي إنما يؤتى بها في الأحاديث الضعيفة، والحديث هذا قد جاء في الصحيحين، فلو أن المؤلف قال لما جاء في الصحيحين أو لما ثبت لكان أحسن في العبارة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند، يعني بنت عتبة زوجة أبي سفيان، حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوج بخيلا ولم يعطي الزوجة قدرها من النفقة ولم يعطي أولادها ما يحتاجون إليه من النفقة، فللمرأة أن تأخذ من ماله بغير علمه، يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لهند بذلك، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فمثلا لو كان نائما فهل يجوز لها أن تأتي وتأخذ محفظته وتأخذ مما في المحفظة من النقود؟ نعم يجوز، لكن يكون بالمعروف، ما يكفيها بالمعروف، لا تسرف، تكون في الحاجات الأساسية، تكون في الحاجات الأساسية ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، ولا حاجة لأن تخبره، لا حاجة أن تخبره بذلك، فيجوز لها أن تأخذ ذلك بغير إذنه وبغير علمه. وهذا أساس أو أصل لمسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة ماذا؟ الظفر، أحسنت، مسألة الظفر. ما معنى الظفر؟ الظفر أن يكون للإنسان عند آخر حق ثم يظفر بهذا الحق أو ببعضه، فهل له أن يأخذ بغير إذنه؟ هذه مسألة الظفر. مثل هذه المرأة الآن، هذه الزوجة يجب عليها النفقة على زوجها ولم يعطيها زوجها النفقة وظفرت بماله أو ببعض ماله، هنا يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه وبغير علمه. ومثل ذلك أيضا، يعني ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حق الضيافة، إذا نزل الضيف على آخر ولم يضيفه فيجوز له أن يأخذ حق الضيافة، والضيف هو القادم من خارج البلد، وأما من داخل البلد هذا ليس ضيفا، هذا زائر. لكن الضيافة كانت هي معروفة عند العرب قديما، ما كان فيه
يعني فنادق وشقق، كان العرب ينزل بعضهم على بعض أضيافا، فالضيف له حق على المضيف، فإذا لم يعطي حقه جاز له أن يأخذ من ماله هذا الحق. أيضا لو كان إنسان يطلب آخر دينا ثم ظفر بشيء من ماله، هذا ظفر بشيء من ماله، يجوز له ذلك؟ هل يجوز له ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أن الحق إن كان ظاهرا، إن كان الحق ظاهرا جاز له أن يأخذ من ماله أو من بعض ماله. أما إذا كان الحق خفيا فليس له ذلك. لماذا؟ لأنه سيتهم بالسرقة وربما تقطع يده بسبب ذلك، فيعرض نفسه للضرر. فإذا كان الحق خفيا ليس له ذلك، لكن لو كان الحق ظاهرا فلا بأس، لا بأس أن يأخذ من هذا الشخص، يقول هذا حقي أو بعض حقي. هذه يسميها الفقهاء مسألة الظفر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. بل إن الظاهرية يوجبون ذلك، وإن كان الأقرب يعني أن هذا ليس واجبا وإنما مباحا. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: فإن لم تقدر على الأخذ، يعني لو كان هذا الرجل ما استطاعت المرأة أن تأخذ من ماله، محفظته ما فيها شيء، وأمواله في البنك ما قدرت أن تأخذ من ماله شيئا، فما الحكم؟ ولم ينفق عليها. قال: فإن لم تقدر على الأخذ يعني من مال الزوج لعسرته، كونه فقير معسر، أو منعها، احتاط ولم يجعل في المحفظة شيء، يعني رجل يعرف الحكم الشرعي في هذا ويخشى أن زوجته تأخذ من محفظته وهو لا يدري، فاحتاط ووضع أمواله كلها في البنك، فما الحكم؟ قال: فاختارت فراقه، لها أن تختار فراقه، إذا منعها النفقة لها أن تطلب الفراق. فرق الحاكم بينهما، فالحاكم يقول لها: إما أن تنفق وإما أن تطلق، إما أن تنفق وإما أن تطلق، فإن أبى فسخ الحاكم العقد، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، لقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت يعني الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة لها حتى تكبر، لأن النفقة إنما تجب لأجل التمكن من الاستمتاع، وهذا لم يوجد لصغر الزوجة، أو لم تسلم إليه، يعني لا زالت الزوجة في بيت أهلها، عقد عليها لكن لا تزال في بيت أهلها، لم تسلم إليه بعد، فهل لها النفقة؟ لا، ليس لها نفقة. وهذه مسألة يسأل عنها، أحيانا يعقد الرجل على المرأة ولا يكون الدخول يمكن إلا بعد مدة طويلة، أحيانا بعد 6 أشهر، ربما أحيانا بعد سنة. طيب، هذه المدة هل يجب لهذه الزوجة نفقة على الزوج؟ الجواب: لا، ليس لها نفقة في هذه الحال، وذلك لأن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع، وهذا لم يوجد، أو لم تطعه فيما يجب له عليها. الزوجة التي لا تطيع زوجها ماذا تسمى؟ ناشز. إذا كانت الزوجة ناشزة فإذا كانت الزوجة ناشزا فإنها لا نفقة لها على الزوج، يسقط حقها في النفقة، كأن ترفض مثلا يدعوها للفراش فتأبى، أو يدعوها مثلا لأن تنتقل معه للمنزل فتأبى، فتكون متمردة عليه عاصية، هذه تسمى ناشز، وهذه يسقط حقها في النفقة. ومن ذلك قال: أو سافرت بغير إذنه، إذا عصته وسافرت بغير إذنه فإنها تكون ناشزا ويسقط حقها في النفقة، أو بإذنه في حاجتها، لو سافرت بإذنه في حاجتها يقول فلا نفقة لها عليه، يعني هذه امرأة مثلا لها ابن بالغ وأرادت أن تسافر لأهلها، هي مثلا في مكة وأرادت أن تسافر لأهلها في المدينة مع ابنها الذي هو محرم لها، وتبقى عند أهلها مدة شهر، فعلى كلام المؤلف هل لها نفقة خلال هذا الشهر أو ليس لها نفقة؟ ليس لها نفقة. وقال بعض أهل العلم إن لها النفقة في هذه الحال، وذلك لأنها إنما سافرت بإذنه فليست ناشزا، وهذا هو القول الراجح، أنها إذا سافرت بإذنه لا يسقط حقها في النفقة. ثم قال المصنف رحمه الله: قال: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 4 إن كانت حرة. يجب على الزوج أن يبيت مع زوجته، إذا كان الزوج لا يبيت مع زوجته
هاجرا لها هذا لا يجوز، هذا تقصير كبير، وسيأتي بيان الحكم في هذا. يقول المؤلف إن له أن يبيت عليها، يبيت عندها ليلة من 4 ليال، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بقصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، فقد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. هو تمدحه أو تذمه؟ نعم، تذمه أو تمدحه، هذا مدح أو ذم. فتعجب عمر رضي الله عنه واستغفر لها وأثنى عليها. وكان عنده رجل فطن يقال له كعب بن سوار، فانصرفت هذه المرأة، استحت وانصرفت، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها. قال: وما ذاك؟ قال: إنها تشكوه من أنه هاجر للفراش معها، هي تمدحه بذلك وتريد أن تشكوه بهذا. فقال عمر: إنك قد فطنت لأمر لم نفطن له. فأمر بالمرأة فردت، فقال: لعلك تشتكين من هجران زوجك لفراشك؟ قالت: أجل. فقال عمر: اقضي فيها يا كعب. قال: لا، بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا والله لتقضين أنت فيها. فقال: أرى يا أمير المؤمنين كأن عليها 3 نسوة هي رابعتهن، فيكون لها ليلة من 4 ليال. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما رأيك الأول أعجب من رأيك الآخر، اذهب فأنت قاضي البصرة. فجعله قاضيا على البصرة. فانظر كيف أن عمر رضي الله عنه يستشير أهل الرأي وأهل الفطنة. فأحيانا قد يفطن الصغير لأمر لا يفطن له الكبير، فهنا يعني ينبغي أن الإنسان يستفيد من آراء الآخرين، يستفيد من آراء الآخرين ومن مشورتهم ومن عقولهم. فانظر يا عمر رضي الله عنه لم يستنكف هنا، هذه المرأة أتت تمدح زوجها عند عمر: ما رأيت رجل أفضل منه، يظل طيلة ليله قائما وطيلة نهاره صائما. فهنا هذا الصحابي فطن لمقصود هذه المرأة، وأن قصدها أنها تشكو زوجها لكن بطريق غير مباشر، لأنها استحت أن تقول أنه هاجر لفراشها. ففطن هذا الصحابي الجليل ونبه عمر رضي الله عنه، فطلب منه أن يقضي فيها، فقضى بهذا القضاء أيضا العجيب. فأمر عمر رضي الله عنه بذلك، وأن يكون هذا الرجل عندها ليلة من كل 4 ليال. فأخذ بذلك فقهاء الحنابلة وقالوا إنه يجب للمرأة على الزوج أن يبيت عندها ليلة من 4 ليال. ولكن قال بعض أهل العلم إن هذه قضية عين وليست بدليل ظاهر يدل على أن الرجل يبيت ليلة من 4، وأن المرجع في ذلك للعرف، ويجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف وبما جرت به العادة فإذا كانت مثلا هذه المرأة شابة صغيرة وهذا الزوج يريد أن لا يبيت عندها إلا ليلة من 4، ربما يكون هذا ليس من المعروف. فهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية، أن المرجع في ذلك للعرف، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن المرجع في ذلك للعرف، وأنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته بالمعروف من غير تحديد بليلة من 4 ليال، هذا هو الأقرب. وقال بعضهم يعني إنما قضى به عمر هنا هو مقارب للعرف، ليس بعيدا عن العرف، يعني أنه يبيت عندها، والحد الأقصى أنه يبيت ليلة من 4، لكن لا يزيد على ذلك. قال: ومن كل 8 إن كانت أمة إن لم يكن له عذر. سبقا ذكرنا في الدروس السابقة أن الأمة على النصف من الحرة في معظم الأحكام الشرعية، وذكرنا دليلا من القرآن، من يذكر لنا الدليل؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فإن أتينا عن الإمة بفاحشة يعني بالزنا فعليهن نصف ما على الحرائر من العقوبة. فالأصل أن الأمة على النصف من الحرة في الأحكام، والعبد على النصف من الحر في الأحكام. فهنا إذا قلنا إن الزوج يجب عليه أن يبيت ليلة من 4،
إذا كانت أمة الزوجة أمة يكون ليلة من ثمان. قال وإصابتها في كل أربعة أشهر إن لم يكن له إن لم يكن عذر، يعني يجب عليه جماعها مرة في كل أربعة أشهر. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال بعض أهل العلم إنه يجب على الرجل الوطء بقدر كفايتها، بقدر كفايتها وما تحصل العفة له ولها، وهذا هو اختيار الإمام التيمية رحمه الله. واستدلوا بقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قالوا ليس من المعروف أن يهجر امرأته أربعة أشهر، ونقول لا يجب عليه الوطء إلا مرة كل أربعة أشهر. وأما الآية الكريمة فهذه إنما وردت في حق المولي فهي علاج لمشكلة، وأما من حيث الأصل فالمرجع في ذلك المعروف استدلالا بعموم الآية وعاشرهن بالمعروف، هذا هو القول الراجح والله أعلم، أنه يجب على الزوجة الوطء بقدر كفايتها بالمعروف، بقدر كفايتها بالمعروف. قال فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، وانتقل المؤلف للكلام عن الإيلة، والإيلة ذكره الله تعالى في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، ومعنى الإيلة أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا فعل ذلك قال تربصت أكثر من أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم. هنا يعني المرأة إذا حلف الرجل على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر ترفع أمرها للقاضي، والقاضي يأمره إما بأن يطأ أو يطلق، ولا تبقى هذه المرأة لا تبقى معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة، هذا لا يجوز لا يجوز. وإنما نقول لهذا الرجل إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه المرأة الآن في عصمتك وبقيت أربعة أشهر، إما أن تطأ وتعاشرها بالمعروف أو سرحها بإحسان. أما أن تبقى هذه المرأة المسكينة معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة هذا لا يجوز. فإذا أبى طلق عليه الحاكم. قال المؤلف رحمه الله فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أكثر من أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو أنكر مضي الأربعة أشهر، إذا أنكر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني يقال لهذه المرأة هل عندك بينة على أنه آلى؟ هل عندك بينة على ما تقولين؟ فإن لم يوجد بينة فهنا يرجح قوله لأن الظاهرة معه، لأن الظاهرة معه، ولأن هذا الأمر لا يمكن أن يعرف إلا عن طريقه، ولأن الأصل هو بقاء النكاح وهو يدعي ما يثبت النكاح وهي تدعي ما يفسخه، فكان القول قوله. وإن أقر بذلك يعني أقر بأنه آلى منها أمر بالفيئة يعني بأن يرجع ويطأ، قال وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم وعليه كفارة يمين عن هذه اليمين، وإن لم يفئ وأبى أن يطأ أمر بطلاقها فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. هذا هو علاج هذه المشكلة وهي الإيلة، أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر. طيب هناك مسألة أخرى قريبة منها وهي غيبة الزوج عن زوجته، غيبة الزوج عن زوجته، إما يعني يكون مسافرا أو يذهب لكسب لقمة العيش، يذهب لبلد آخر ويقيم فيه طلبا للقمة العيش، فإذا رضيت بذلك الزوجة فلا بأس، لكن إذا لم ترضى الزوجة بذلك وطالبت بقدومه فهنا يطلب من الزوج أن يعود كل ستة أشهر وأن يطأ، وإلا فللزوجة حق طلب الفسخ. وهذا التحديد بستة أشهر حدده عمر رضي الله عنه لما مر بامرأة قد ذهب زوجها للغزو وأتت بأبيات قد طال هذا، يعني أبيات تشكو فيها يعني بعد زوجها عنها، فذهب عمر إلى ابنته حفصة وقال كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها، فطأطأت رأسها وذكر أنه محتاج لمعرفة الجواب لأجل أن يقضي في ذلك،
فقالت 6 أشهر. فكتب عمر رضي الله عنه ألا يبقى من خرج الغزو عن زوجته أكثر من 6 أشهر. وعلى ذلك إذا كان هناك تفاهم بين الزوج والزوجة فلا بأس، إذا لم يكن هناك تفاهم يلزم الزوج أن يعود لزوجته كل 6 أشهر وأن يعني يطأها، فإن لم يفعل فللزوجة أن تطالب بالفسخ، للزوجة أن تطالب بالفسخ. انظر إلى عناية الشريعة العظيمة بحقوق الزوجين إلى هذه الدرجة، كيف رتبت بهذا الترتيب العظيم، وانظر إلى مراعاة حقوق الإنسان، ليس هناك مراعاة لحقوق الإنسان أعظم مما في شريعة الإسلام، مراعاة عظيمة حتى لهذه المسائل الدقيقة راعت الشريعة وآتت بهذه الأحكام التفصيلية. قال ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت، يعني راجعها بعد الإيلاء أو تركها حتى بانت يعني بخروجها من عدة هذا الطلاق، فتزوجها بعقد جديد وقد بقي يعني من مدة يمين هذا الزوج أكثر من مدة الإيلاء، يعني أكثر من 4 أشهر، يعني وضح هذا بالمثال، إذا مثلا حلف ألا يطأ زوجة سنة كاملة فأمهن 4 أشهر ثم أمر بالطلاق فطلق مثلا، ثم راجعها فيكون ما بقي عليه من مدة الإيلاء السابقة يكون 8 أشهر وهي أكثر من مدة الإيلاء، فما الحكم؟ قال المؤلف وقف لها كما وصفت يعني 4 أشهر يعني على التفصيل السابق. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها، يعني طالبته الزوجة ويعني عجز عن جماع زوجته إما لمرضه أو لسفره أو لكونه مسجونا أو لنفاسها، فماذا يفعل وهو قد وافق على الرجوع؟ قال المؤلف فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. يعني هذا رجل حلف ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فأتى به القاضي وطلب منه أن يرجع، فقال وافقت على الرجوع لكن كان مريضا هنا، أو كانت المرأة مريضة أو نفسة أو نحو ذلك، هنا يتكلم ويقول متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر على ذلك. ونقف عند باب القسم والنشوز، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.